إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، السنة الثانية ثانوي، أقدم لكم الكيفية، كيفية حساب معادلة لمماس المنحنى سي اف عند النقطة اكس صفر. تابعوا مليح. معادلة مماس لمنحنى سي اف عند النقطة اكس صفر. اكتب معادلة لمماس المنحنى سي اف عند النقطة اوميجا. اوميجا هي النقطة عندها الفاصلة هي اكس صفر، والترتيبة هي اف لاكس صفر. اذا تابعوا مليح. الاول، اولا أنا اف لي اكس، اولا المعادلة لمماس منحنى سي اف عند النقطة اكس صفر اف لاكس صفر هي إكراك اف فتحة لاكس صفر وهي المشتقة اكس ناقص اكس صفر زائد اف اكس صفر. هذه العلاقة موجودة في الدرس. نبدأ بالتمرين الأول. اف لإكس هي إكس اثنين زائد ثلاثة إكس زائد أربعة. إكس صفر هي صفر. نبدأ نحسب المشتقة لإف دو إكس هي 2 إكس زائد 3، ومنه إف فتحة لصفر هي 3. إف لصفر الترتيبة هي 4. نطبقوا. إذن إف فتحة لصفر إكس ناقص صفر زائد إف لصفر. اف فتحة لصفر قلنا 4 لهنا اكس زائد 4. اف ثلاثة فتحة لي صفر، واش لقينا؟ لقينا ثلاثة، هنا ثلاثة. إذن ها هي النتيجة، ها هي معدل المماس. ثانيا اف لإكس هي 2 إكس مكعب ناقص إكس مربع زائد 3 إكس عند إكس صفر يساوي ناقص 1. أولا نحسب المشتقة 6 إكس ناقص 2 إكس زائد 3
معناه اف فتحة لي ناقص واحد هي ستة مضروب في ناقص واحد مربع ناقص اثنين ناقص واحد زائد ثلاثة، معناه ستة زائد اثنين زائد ثلاثة، ثمانية وثلاثة احداش، وإف لي ناقص واحد ترتيبها هي اثنين مضروبة في ناقص واحد مكعب ناقص ناقص واحد مربع زائد ثلاثة ناقص واحد، معناه لهنا ناقص اثنين لهنا ناقص واحد ناقص ثلاثة، معناه ناقص ستة. إذن إكراك المعادلة تاع المماس إف فتحة ناقص واحد إكس ناقص ناقص واحد زائد إف لي ناقص واحد، معناه إكراك إف فتحة لي ناقص واحد هي حداش إكس زائد واحد اف لناقص واحد هي ناقص ستة. حداش اكس زائد خمسة، اذا إكراك حداش اكس زائد خمسة هو المقاس. ثلاثة اف لي اكس يساوي اكس زائد ثلاثة على واحد ناقص اثنين اكس، اكس صفر يساوي واحد، اولا اف لي اكس هي من طراز او في، اذا مشتقة كما تشوفوا U فتحة V ناقص U V فتحة على V2، معناه U فتحة هي واحد V واحد ناقص 2 X ناقص U هي X زائد 3 V فتحة هي ناقص 2 على واحد ناقص 2 X مربع. إذا ننشر عندك واحد ناقص اثنين إكس لهنا ناقص زائد اثنين إكس زائد ستة، معناه سبعة على واحد ناقص اثنين إكس مربع. إذا أفتحة لي واحد هي نعوض سبعة ناقص واحد من لهنا ناقص واحد مربع، معناه سبعة، وأف واحد هي عندك واحد زائد ثلاثة على واحد ناقص اثنين ربعة على ناقص واحد، معناه ناقص ربعة. إذن المعادلة هي اف فتحة لواحد مضروب في ناقص واحد زائد اف لواحد، معناه اف فتحة لواحد هي سبعة اكس ناقص واحد زائد اف لواحد هي ناقص أربعة. معناه سبعة اكس وشن هي ناقص سبعة ناقص أربعة ناقص حداش، إذن معادلة المماس هي سبعة إكس ناقص حداش.
أربعة أربعة اف اكس هي اثنين ناقص اكس جذر اثنين ناقص اكس، اكس صفر هي ناقص اثنين. اولا فتحة اكس المشتقة نتاعها وشنو هي؟ لهنا رانا الطراز وهذا نعرفوه هي او فتحة على اثنين او، او فتحة هي المشتقة لي دو، لأن او او هي او هي دو ناقص اكس، او فتحة هي ناقص واحد على اثنين ناقص اثنين ناقص اكس. ا فتحة لي ناقص اثنين هي واش هي؟ ناقص واحد اثنين اثنين ناقص ناقص اثنين، معناه ناقص واحد على اثنين في اثنين ناقص واحد على ربع. اف لي ناقص اثنين هي ناقص اثنين لنا هي اثنين ناقص ناقص اثنين، معناه ناقص ربعة معناه اثنين. إذن المعادلة للمماس هي اف فتحة ناقص اثنين اكس ناقص ناقص اثنين زائد اف لناقص اثنين. نعوضو اف فتحة لناقص اثنين قداش؟ ناقص واحد على ربعة اكس زائد اثنين زائد اثنين، معناه نبسط الأمور، واحد على ربعة إكس ناقص اثنين على ربعة معناه واحد على اثنين زائد اثنين، معناه لنا اثنين نوحد مقامات، ربعة ناقص واحد معناه ثلاثة على اثنين. هذه هي النتيجة النهائية. انتهينا من التمرين والسلام عليكم.